السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحمد حسين. الفيديو ده نشرح إزاي نقدر نرسم يعني advanced equations بالماتلاب. هي مش advanced أوي لأن هي كل الجيفنز اللي موجودة فيها يعتبر يعني معمول لها simplification إنها تبقى بواحد. فتعالوا نبتدي مع بعض كده بسكريبت. ماشي، تعالوا نمسح أي حاجة على الكوماند ويندو، ونمسح أي حاجة في الورك سبيس، ونمسح اي حاجة مفتوحة من الفيجرز. ماشي، ونسمي مثلا نعمل ترانزيت بلوتك. تمام، اول حاجة انا محتاج اعرف حاجة اسمها ان اي، او مش لازم اعرف حاجة اسمها دبليو نوت. دي بتساوي واحد اتنين ونص، معلش في حالة اوكي، وخمسة في حالة تانية، أو اتنين ونص. ماشي، وال WDM بواحد. ماشي، مش مهم، وأنا بشوف عشان في حاجات كتير بواحد، فأنا إيه مش عايز أجيب واحد دي كلها بواحد. ماشي ماشي ماشي، يعني مفيش حاجة أعتبر. وأنا ماشي اتنين ونص دي بخمسة، مش هو بس ده غالبا. عايزين بقى نرسم حاجة اسمها ER الأول. ER داش، ماشي. ER داش دي في طبعا نحط بس radial frequency. radial frequency التغير بتاعها من 0 بستيب 1 لغاية 10، يعني 0 1 2 3 4 لغاية 10. تمام، ال ER داش دي بقى هي بتساوي 1 بلس، نفتح قوس على قوس تاني، W نوت سكوير ماينس W دوت سكوير. طب ليه انا عملت دوت؟ عشان ده فيكتور، والفيكتور ده انا عايز يعني كل رقم في الفيكتور يعمل له سكوير او يربعه يعني، فعشان كده عملت دوت. اوكي، لو عملت كده هيقول لي اصلا في ايرور، ايه ده فيكتور انت ازاي عايز تربعه؟ فلازم اقول له لا، كل الدوت دي يعني كل element جوه الفيكتور ده ربعه. تمام، بعد كده هنقسم على ايه بقى؟ هنقسم على W نوت سكوير ماينس W دوت سكوير، كل ده تربيع، ماينس W سكوير بس، ونطلع كده. تمام، مش ده ال R داش، في R دبل داش. تمام، اللي هي تبقى ال W بتاعنا مقسومة على، نفتح قوس، نفس المقام يعتبر، ممكن نعمله تاني برضك عشان الناس اللي ايه تتعلم تكتب عادي على المتلاب. ف W نوت سكوير ماينس W نوت، ماشي، كل ده سكوير. خلي بالك هنا لازم نحط دوت. تمام، خليني اتاكد برضك من الايكويشن. تمام 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 تمام، ماشي حلو. بعد كده في حاجه اسمها اي ار، اي ار دوت دي هتساوي اي دوت على اي نوت، يعني مش بغض النظر هي واحد بلس، هي تبقى كومبلكس بلس واحد على اللي عملنا دوت برضك، عشان ده فيكتور هيتقسم على فيكتور، فلازم كل element جوه الفيكتور يتقسم على element التاني اللي جوه الفيكتور، فعشان كده عملنا دوت قبل الاسم وقبل الضرب. الجمع والطرح مش لازم، هو كده كده بيفهم لوحده. واحد على ماشي، W نوت تربيع، مش ماينس W تربيع بردك بلس كومبلكس بقى، انا عايز احط كومبلكس بقى. هاي في او هي W في
في دبليو. تمام. طيب هو ممكن يبقى مدينا ايرور اصلا؟ مش عارف. تعالوا نجرب البتاع دي اصلا تبقى عامله ازاي. يعني تعالوا كده ناخد دي كوبي كده كوماند وينتو الاول نجربها. ماشي. بعدين ناخد دي بقى. لا والله عملها. ماشي. انا عايز بقى اجيب الابسليوت بتاع الكلام ده كله. فاهم الابس. احنا نرسم الابسليوت. اوكي ماشي. ده كان منطقي جدا. طب لكن احنا جبنا الماجنيتيود. ماشي. فهنكتب ابسليوت ونحطه جوه الكوست ده كله. ماشي. بس كده. نعمل بقى بلوت. اول حاجه نرسم W مع ال ER داش. وبعد كده لاين ويدث 1.5 مثلا. بعد كده هولد اول بلوت تاني W ER D داش لاين ويدث 1.5 نفس الفكرة ER دوت دوت دوت. ماشي. بس بعد كده ممكن نعمل مثلا ايه جريد اون بوكس جريد اون. احنا كده رسمنا الاكس اكسيس مع الواي اكسيس. معلش انا ما شرحتش. كان لاين ويتس ده اللي هو الويتس بتاع اللاين. يعني حجم اللاين ايه 1.5. ممكن ما تحطوش يعني. دي كلها ممكن ما تحطهاش وهترسم عادي. هولد اول عشان يعني يحط الثلاث رسومات في نفس الفيجر. حط دي ودي ودي مع بعض. لو عملت هولد اون هياخد دي ودي بس مش هياخد الثالثه. فهولد اول بياخد كل الرسومات اللي بعد ايه الهولد اول دي بيحطهم مع الرسمه الاولى. تمام. يعني اي رسمه من دول يحطهم مع الرسمه الاولى. فيبقى انت عندك كده ثلاث رسومات في نفس الفجر. بوكس اوف عشان يشيل الجوانب او الحدود بتاعه الفجر. اكس ليبل عشان يسمي الاكس اكسيس بتاعي. واحنا هنسميه ايه؟ هنسميه زي الفجر اللي موجود في المساله اللي هو هيبقى راديال فريكونسي. تمام تمام تمام. والواي ليبل هنسميه ريلاتيف. ريلاتيف ايه؟ بيرماتيفيتي. ماشي. ماشي. هي صح كده. ماشي. احنا ممكن يلا بقى نعمل سيف الاول. سيف في حته مثلا. تعالى نسيف في الست ديسكتوب مثلا ونسميه بلوت تشيك. نعمل سيف ويلا نرسم ونعمل تشينج فولدر. هو هياخد وقت شويه. هتلاقي حتى بكتب هنا بيزي ان هو لسه شغال يعني. بسم الله. ماشي. هو في حاجة طالعة غريبة شوية. ممكن عشان لا ثواني. طبعا انا عايز احدد الليجيت. ماشي. الليجيت بتاعي اللي هو هيبقى ER. ماشي. ثاني ER داش والتاني ER دبل داش وبعد كده ER دوت. هنظبطها يعني. بس احنا عايزين ايه؟ عايز احدد هو ايه المختلف عن الرسمة المفروض تطلع يعني. يعني المفروض دي 2.5 كل ده بواحد دي ام بواحد. طب ايه المشكلة؟ ماشي. ال ER داش
طلع هنا 3. لا ده في رقم مش ده رقم مش منطقي. ماشي وال ER absolute والله ماشي مظبوطة شوية. ماشي وال ER double dash في حاجة مش منطقية، فتعالوا نوقف ونشوف كده. ثواني ماشي، هو غالبا كان في غلطة هنا، ودي كانت بلس مش ماينس، عشان كده كانتش طالعة نفس الجراف اللي معانا. بس كده كده طلعت نفس الجراف. طب ليه طلع كده شكلها، يعني تحس ان هي شكلها كده اللي هو شارب ايدجز متوصلة ببعض؟ بص ده عشان احنا المفروض واخدين يعني من 0 ل 10 وستيب 1. طبعا ممكن اغير الستيب او ممكن نخليها مثلا ستيب نص، هتلاقي بقى الرسمه سموث اكتر، شكلها ناعم اكتر. بص شكلها بقى بقى لذيذ اكتر. طب تعال نخليها سموث اكتر، ربع مثلا. ده الستيب يعني، هو يمشي 0 ربع نص ثلاث ارباع، واحد واحد وربع، واحد ونص، وهكذا بقى. طب تعال نغير الستيب مثلا نخليه 0.1، هتلاقيه بقى سموث اكتر واكتر. حلو جدا، تعالى نخليه سموث جدا بقى. يلا اخد وقت في الحاله مش مهم، خلي بقى السيب 1 من 1000 بس كده، تحفه يعني، شكل محترم جدا. ماشي تعالى بقى ايه نعمل الـ 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 الاسامي بقى. هي كانت دي المفروض ابسلون ابسلون، تعالى نجرب هي هيقراها ولا لا. اصلا اقراها ابسلون بقى ايه، ابسلون داش ابسلون داش. مش فاهم ايه نعملها احنا، كانت ابسلون داش ثواني. لا هي كان ليها حل، هجيبها ثواني. ماشي احنا كده ممكن نحط، لو عايزين بقى نطلع بقى الابسلون يعني، مثلا عملتها اهو، نحط 2 سلك كوميتيشن ورا بعض عشان يظهر واحده ويختفي ويخفي واحده. ابص هو عملها اهو، دي دبل داش، فانا هعمل ابسلون ماشي. لا هنعمل ايه بقى دي بس، شكرا. دي عادي الدبل كوتيشن عادي غالبا يعني، مش ملاقيش مشكلة الحمد لله. طب والدوت ابس لو ما عملتش نشوف ازاي بتتعمل. تعالى نعمل رن ماشي ثواني. تمام انا عرفت المشكله فين. هي المشكله ان احنا لازم نفهمه ان دي اللي يعني احنا كاتبين باكسلاش دوت باكسلاش ابسلون. طبعا هو الكلام ده كله بس عشان يعني ايه يبين شكل الليجند شكله كويس. ممكن تمشي ليجند اصلا يعني، بس يعني دي حاجه زياده كده. بس ما احنا قلنا ادفانسد بلوتنج فيلا نعملها. لازم نحط حاجه زي اللي هو يعني ايه نفهمه ان ده والله لاتكس. تمام تعال نشوف بردك. ماشي تعال نعملها بردك. هنا في حاجه تانية بيحطها اسمها انتر ريتر. بردك يعني مش عارف بجد بصراحة ليه مش عايز يعملها. طب ثواني ممكن نعملهاش في ليبل، ممكن نعملها ليجند. واحد بيجاوب عليها المفروض. لازم احنا
ماشي خلاص. لا بص احنا هناخد دول نعملهم بره ماشي. اهو set هنسمي ده h1 مثلا. بس تعالوا نرن كده تمام كده. لا يا الرخامة. طب عايز او عمل دي وبوظ دي يعني. طب ثانية ممكن اعمل 3 ليجند يعني. تاني اعمل 3 ليجند يعني 3 ليجند. بس ممكن نعمل حاجة حلوة لو خدنا ده كده اصلا. رحنا عملنا ليجند تاني كده اسمه ليجند. ماشي. وبعد كده لاتكس انتر كريتر. بصوا مش لازم يعني مش لازم قوي والله يعني. بصوا مش لازم الحته دي. هو احنا اهو هنسميها دوت او اي ار دوت ماشي. خلاص انا كده فهمنا ان دي ار دوت. بس يلا ماشي. او ممكن حتى نسميها اهو ابسلون دوت او حتى دي تعالوا بس اهو يعني. حلو حلو والله دوت حلو ماشي. الفكره دي بقى دي عند انهي؟ دي عند انهي؟ دي عند انهي؟ دي عند الاوميجا نوت ب2 ونص صح؟ طب لو الاوميجا نوت غيرناها خليناها مثلا 5. تعالى يعني نخليها 5. المفروض الشكل هيبقى عامل ازاي؟ مختلف شويه اهو. مختلف شويه بس تمام. يا رب يكون الفيديو مفيد يعني. ممكن تغير بقى ده بنوت براحتك وترسم الرسمه براحتك. دي كانت حد يعني من المتابعين بتاع القناه كان طلبها يعني. ودي موجهه لي. فرب يكون الفيديو مفيد ورب دي تفيده ويقدر يعمل حاجه زيها. ولو قابل اي مشكله يا ريت يبعت. ويريد حد قابل اي مشكله وهو بيعمل المساله دي يا ريت يبعت بردك على الايميل. ومعلش طولت عليكم بس عشان نظبط يعني الليجند بتاعنا. بس ده مش مهم يعني. كل اللي عملناه ده ممكن اخر 5 دقايق ده مش مهم. بس ده مش مهم اصلا تمام. يلا السلام عليكم ورحمه الله.